بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الإمام ابن القيم رحمه الله، سمي ابن القيم لأن أباه كان قيما على مدرسة ابن الجوزي، فسمي ابن قيم الجوزية، يعني المدرسة الجوزية، ويختصر ويقال ابن القيم، هذا أصل تسمية أبيه. سئل عن مرض القلوب وما دواؤه، والمقصود مرض القلوب المرض المعنوي هو بالمرض العضوي، فالقلوب تمرض مرضا عضويا، وهذا علاجه عند الأطباء وبالأدوية معروفة أو العمليات، وهذا خطره إنما هو على الحياة فقط. أما النوع الثاني وهو المرض الخطير، المرض المعنوي الذي يصيب القلوب، وذلك بالذنوب والمعاصي، فإنها تمرض القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة. مرض على قسمين: مرض شهوة ومرض شبهة. مرض الشهوة يكون بالأفعال والمعاصي، ومرض الشبهة يكون بالشبهات والشكوك، ويكون في العقيدة، وهذا أخطر. وعلاج ذلك ليس بالأدوية والعمليات والجراحات، وإنما دواؤه بالتوبة، توبة إلى الله سبحانه وتعالى، و بالأعمال الصالحة، فإن هذا هو شفاء القلوب، والعلم النافع بكتاب الله وسنة رسوله، هذا هو علاج هذا المرض. الله جل وعلا أنزل القرآن شفاء للقلوب، وشفاء للأبدان أيضا، فالقرآن شفاء من الأمراض الحسية والمعنوية، هو شفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فشفاء هذا المرض بالقرآن وبالتوبة وبالأعمال الصالحة، يعني ثلاثة أمور، هذا علاج مرض القلوب، وهذا أخطر من مرض الأبدان، لأن مرض الأبدان خطره بالموت أو بالألم، وأما هذا فخطره أشد، وهو النار والعياذ بالله والعذاب، فهذا أشد. وكل ما أكثر الإنسان من المعاصي زاد مرضه، كل ما أكثر من الشكوك زاد مرضه، حتى يموت القلب. القلب يمرض ويموت، يموت إذا لم يعالج بالتوبة والأعمال الصالحة وبالقرآن، فإنه يموت، فلا يكون فيه شعور ولا إحساس ولا غيرة ولا محبة للخير. فإذا مات القلب فإنه لا فائدة فيه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا موت والعياذ بالله. هذا الكتاب في هذا الموضوع، في بيان خطر المعاصي والذنوب، وفي علاج ذلك، في علاج هذا المرض، لذلك سماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. في بعض النسخ: الداء والدواء، يعني داء القلب ودواؤه. لا شك أن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، سواء من الأمراض الحسية أو من الأمراض المعنوية، الله أنزل الشفاء رحمة منه سبحانه وتعالى، ولم يترك عباده، لم يترك عباده بدون دواء، بدون علاج. نعم. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها، وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتون مأجورين. هذا هو السؤال. رجل ابتلي ببلية وفتن في دينه، فما هو علاجه؟ سؤال عظيم يحتاج إليه كل أحد. نعم. فكتب الشيخ رضي الله عنه الجواب: الحمد لله، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. نعم، هذا حديث صحيح، ما أنزل الله داء، الأمراض كلها من خلق الله وإيجاده سبحانه وتعالى، داخلة في قضاء الله وقدره وخلقه،
ابتلاء وامتحان لحكمة، الله خلقها لحكمة، خلق هذه الأمراض وهذه الأدواء لحكمة، وأنزل لها شفاء، دواء يتداوى به، هذا من الأسباب النافعة. ولا يهمل الإنسان ويترك الدواء ويقول هذا قضى وقدر، بل هو مأمور بفعل الأسباب، مأمور بالعلاج، مأمور بالتماس الدواء الذي يشفيه بإذن الله، وهو موجود، الدواء موجود. ولا يستسلم للمرض، يستسلم للذنوب والمعاصي، أو يستسلم لمرض البدن ويقول هذا قضاء وقدر. نعم هو قضاء وقدر، لكن أنت مأمور بأن تفعل السبب لزواله ولا تهمل. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأى بإذن الله. نعم، لكل داء دواء، هذا مثل الحديث الذي قبله: ما أنزل الله داء لا أنزل له شفاء. ولكن ما يكفي وجود الدواء، لا بد من استعماله، إلا لو مليت بيتك من الأدوية ولم تستعملها ما نفعتك بشيء، ولا بد من استعمال الدواء والبحث عنه. فإذا أصيب الدواء فإنه ينفع بإذن الله، إذا يعني حصل على الدواء المناسب للمرض، كل مرض له دواء بقدره، فإذا أصيب الدواء النافع واستعمل فإنه يشفي بإذن الله عز وجل. أما إذا استعمل دواء غير مناسب، كل مرض له دواء، فلو استعملت للمرض غير دوائه ضر، إذا استعملت دواءه فإنه ينفع بإذن الله. وهذا يحتاج إلى أهل الخبرة، أهل الفن وأهل التجربة، فلا بد من أن يكون الدواء مناسبا للمرض وعلاجا لهذا المرض. أما لو استعملت دواء غير مناسب فإنه يضر ولا ينفع. نعم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم، هذا فيه زيادة: علمه من علمه وجهله من جهله. فالناس هم كلهم يعرفون الدواء، بل الناس يتفاوتون، منهم من أعطي الحكمة ووضع الأشياء في مواضعها، ومنهم من لا يعلم ولا يدري، فيرجع إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة والبصيرة لهذه الأمور. فأمراض الأبدان يرجع فيها إلى الأطباء الحاذقين، وأمراض القلوب يرجع فيها إلى أهل العلم وأهل البصيرة. نعم. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو دواء إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. نعم، هذا فيه زيادة أن الهرم لا ينفع معه دواء، الكبر ليس له دواء، فلا يدخل في الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فلا لا تبحث عن دواء للكبر أبدا. نعم، وإنما تب إلى الله واستغفر واسأل الله حسن الخاتمة، وإلا الكبر ما هو زائل لو عالجته. نعم. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. نعم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث تعم المرض جميعا: المرض الحسي وهو مرض البدن، والمرض المعنوي وهو مرض القلب، كلها أنزل الله لها شفاء. نعم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. نعم، من الأمراض المعنوية الجهل، فهو مرض، ودواؤه بسؤال أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال.
الإنسان يسأل أهل العلم ولا يترك السؤال ويستحيي، أو يقول ما أنا بحاجة للسؤال ويروح هو يتخبط وهو ما يعرف. كثير من الناس يتخبط وهو ما يعرف، يظن أنه عالم وأنه وهو ليس كذلك، فيضر نفسه ويضر غيره. نعم. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. نعم، هذا الحديث فيه أن من أفتى بجهل فإنه يضر السائل. هؤلاء أفتوا هذا الرجل بجهل فقتلوه، استعمل الماء ودخل في الجرح فمات الرجل، ولو أنهم سألوا أهل العلم لما حصل هذا. وجواب هذا السؤال هو أنه يعصب على جرحه عصابة أو لصوقا أو جبيرة ثم يمسح عليها، يغسل الصحيح من أعضائه ويمسح على الجريح، أو يغسل جسده إذا كان عليه جنابة، يغسل الصحيح من جسده ويمسح على الجرح ويكفيه هذا. وهذا أمر سهل لكن يحتاج إلى علم. هذا يدل على أن الذي ليس عنده علم لا يجوز له أن يفتي، لأنه يضر المستفتي. ويدل على أن الجاهل يجب عليه السؤال، قوله تعالى: فاسألوا، هذا أمر، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يبقى في جهله أو يعبد الله على جهل، لا يجوز له. قال: فاسألوا أهل الذكر، ما قال اسألوا أي واحد، اسألوا أهل الذكر أهل العلم. وإن كانت الآية واردة في أهل الكتاب الذين يعرفون الكتب، يسألون عن القرآن هل هو حق وهو من عند الله أو لا، لكن لفظه عام، وإن كان السبب خاصا، عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر، هذا لفظ عام، وإن كان سببه وارد في القرآن وأنه حق وأن أهل الكتاب يعرفون أنه حق فيسألون عنه. نعم. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. نعم. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي عربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الشاهد في قوله وشفاء، شفاء يعني من المرض الحسي، ولذلك يرقى المريض، يقرأ عليه من القرآن، هذا مرض حسي، وشفاء للمرض القلب من الجهل ومن الشكوك ومن الذنوب، فهو يشفي بإذن الله. القرآن شفاء، لكن الشأن في نحن، هل نستشفي به ونؤمن به؟ الشأن إنما هو في الناس، أما القرآن نفسه فهو شفاء، إذا استعمل شفى الله به، وإن لم يستعمل لم ينفع. نعم. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم، للمؤمنين،
أما الذي لا يؤمن به فإنه لا يزيده إلا ضلالا، لأنه يكفر به فيزيده شرا. نعم. ومنها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض. نعم. ومنها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض. نعم، من القرآن، يعني القرآن كله شفاء، ما هو بعضه شفاء، فليست من للتبعيض، وإنما هي للجنس، ينزل من القرآن يعني من جنس القرآن. نعم. فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية المتقدمة، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والغيب، لأنه في الآية المتقدمة قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ولم تأتي من، فدل على أن كله شفاء وأن من ليست للتبعيض. نعم. فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك وغيب، فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. لا أعظم من القرآن، الله أنزل الكتب ولكن أعظمها القرآن العظيم. نعم. وقد ثبت في الصحيحين من والكتب كلها فيها شفاء، الكتب التي أنزلها الله كلها فيها شفاء، التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم وموسى، كل الكتب فيها شفاء، لكن القرآن هو أعظمها وأكثرها شفاء وأدومها. نعم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء غهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها غهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. نعم، هذه القصة فيها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها أن القرآن فيه علاج ورقية وأنه شفاء من الأمراض الحسية، فاللدغة هذه مرض حسي، اللدغة هي لدغة الثعبان، أما العقرب فيقال لسعة ذوات السموم، فالسم هذا مرض يؤثر في الجسم لا بد له من علاج، وأنفع علاج له هو الرقية من القرآن. وفيه فائدة أخرى وهي أنه يجوز للراقي بالقرآن أن يأخذ أجرة، أن يأخذ أجرة على رقيته، لأن الصحابة أخذوا أجرة على الجعل، معناه الرقية، الجعل معناه الأجرة، دل على أن الراقي يأخذ أجرة، لكن لا يكون حرفة الإنسان، شغل الإنسان أنه يجلس ويفتح محل ويستقبل الناس ويرقيهم وياخذ أجرة مثل الطبيب اللي يفتح عياده، هذا ما فعله الصحابة ولا فعله المسلمون فيما مضى،
لا يتخذون الرقية حرفة وبابا للكسب، لكن لو أنه إذا رقى أحيانا أو بعض المرات يأخذ جعلا فلا بأس بذلك، لا أن يجعل هذا حرفة له، لأن هذا يفسد الرقية، يجعل كل واحد يرقي لأجل الطمع، وقد لا يحسن الرقية، وقد بل إن بعضهم يستعمل الشرك، بعض اللي يرقون الناس يستعملون الشرك، يستعملون الخرافات والشعوذات، وحصل من هذا شيء كثير، لأن همهم الحصول على المال وجذب الناس ولا يهمهم العقيدة، فلا يفتح الباب لكل أحد ويجعل تجعل الرقية حرفة، ولا يقر كل واحد للرقية، لا 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 بد أن يعرف عقيدته، يعرف علمه، يعرف أول الرقية لكل ما هب ودب، يحصل في هذا فساد، يحصل في هذا شر، ويحصل في هذا فساد للعقيدة، فلا بد من ضبط الناس في هذا الأمر. والفائدة الثالثة أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا باجتهاد، لأنهم لما لم يضيفوهم قالوا لا نرقيكم إلا بجعل، فدل على أنهم لو أضافوهم رقوهم بدون شيء، إنما فعلوا هذا من باب المجازات، دل على أن الرقية ليست حرفة، وإنما الصحابة فعلوا هذا من باب المجازات لهؤلاء، لأن قرى الضيف أمر واجب، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فالضيافة أمر واجب في القرى وفي البوادي اللي ما فيها مطاعم ولا فيها فنادق ولا فيها محلات للأكل، هذه يجب على من نزل به ضيف أن يكرمه وأن يقريه، فهؤلاء وضيافة الضيف هذا معروف عند العرب، معروف هذا من الخصال الطيبة عند العرب، لكن يكون فيهم بعض المخالفين للعادات الطيبة، مثل هذا الحي هذا خارج عن عادة العرب. ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا بد من سؤال أهل العلم، فهؤلاء الصحابة ما طابت أنفسهم أن يقتسموا هذا الجعل حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حلال ولا حرام، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك، وقال اضربوا لي معكم بسهم ليطيب خواطرهم ويذهب ما فيها من التوقف، إذا أخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يذهب ما في قلوبهم من التوقف والكراهية، فهو أراد أن يطمئنهم. وفي الحديث أن الفاتحة سورة الفاتحة رقية، ولذلك من أسمائها الرقية والكافية. نعم. فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن، هذا هو النتيجة ومحل الشاهد من الحديث، أن هذه الرقية شفى الله بها هذا المريض، فدل على أن القرآن شفاء حتى من الأمراض الحسية. نعم. وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. نعم. ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء. هذا ابن القيم، هذا ابن القيم يحكي عن نفسه. نعم. فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثيرا منهم يبرأ سريعا. فكان نعم، هذا فيه أن هناك علاجا ميسرا، وهو العلاج بالقرآن، لكن يحتاج إلى إيمان،
يحتاج هذا إلى إيمان وتصديق بالقرآن وأنه شفاء. ما الإنسان يروح للأطباء ويروح للعيادات والمستشفيات، هذا مباح، لكن فيه ما هو أقرب من هذا وأسهل وهو الرقية. فلو أن المسلم يستعمل الرقية لخف عنه كثير من الأمراض، وشفي من كثير من الأمراض ولا يحتاج إلى مستشفيات. لكن هذا يحتاج إلى إيمان، حضور قلب. نعم. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل. انتبهوا لهذا، هو لا شك أن القرآن شفاء، لأن الله أخبر أنه شفاء، ولكن الشأن في استعمالنا نحن، هل نستعمله دواء بإيمان وصدق ويقين، أو نستعمله ونحن غافلون ولا نستحضر. لا نستحضر أن الإيمان أن القرآن شفاء، وأنه هذا لا ينفع، ولو كان قرآنا ما ينفع. فلو قرأت الفاتحة من غير إيمان ومن غير حضور قلب ومن غير، ما تنفع، وهي الفاتحة. نعم. بعض الناس يقول أنا قريت ولا وجدت شيء، أو رقيت نفسي أو رقاني فلان ولا شفت شفاء، ويظن أن القرآن ما يشفي. فنقول له البلاء من عندك أنت، أما القرآن فهو شفاء بلا شك، لكن أنت ما استعملت القرآن على الوجه المطلوب. نعم. ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. قبول المحل وهو المرض، لأن ما كل مرض، ما هو بالعلاج واحد لكل الأمراض، كل مرض له علاج، كل مرض له رقية. هذا من ناحية المحل يكون قابل، ومن ناحية الشخص يكون مؤمن. نعم. ولهذا قال شفاء للمؤمنين. نعم. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل. نعم، لضعف تأثير الفاعل وهو الراقي، لا لضعف القرآن. نعم. أو لعدم قبول المنفعل. نعم. أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء. نعم. كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية. الأسباب لا تنفع إلا إذا الأسباب لا تنفع إلا إذا انتفت موانعها. قد يكون هناك مانع من تأثير السبب، فإذا كان هناك مانع فالسبب لا ينفع. نعم. كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء. نعم، الأدواء الحسية اللي هي العضوية، يسمونها العضوية، قد تأخذ دواء ولا ينفع، لأنه ما هو دواء هذا المرض، ما يطابق له، أو أنك أسأت استعماله، لم تستعمله على وصف الطبيب، فالخلل من عندك ما هو من عند الدواء. نعم. وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره. قد يكون هناك مضاد لهذا الدواء فلا يؤثر، مضاد في جسمك ما يقبل. نعم. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول. نعم. وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان لغاق نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر ذلك في إزالة الداء. لا بد من أن الراقي والمرقي يكون عندهم إيمان وقبول للقرآن حتى ينفع، أما أنه يكون غافل عن ذلك فلا ينفعه القرآن. نعم. وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان،
وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم نقف عند هذا يكفي. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.